إذا فيما يتعلق بأداء الأسواق العالمية وحالة الانتظار لقرار الفدرالي الأمريكي، معنا في تحليل ذلك السيد رائد الخضر وهو كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد رائد. دعني أبدأ معك بالتوقعات التي ارتفعت الآن من رفع ب 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس بالنسبة للفدرالي. إلى أي حد تعتقد يا سيد رائد بأنه هذا الارتفاع سيضيق الخناق أكثر على الأسواق، خاصة بعد أن رأينا بالأمس الـ S&P 500 يدخل فيما يسمى بالبير ماركت؟ بلا شك نحن عم نشوف ضغط كبير جدا على الأسواق الأمريكية، لأنه في عندي aggressive approach وتحرك حاد من قبل الفدرال الأمريكي، أو تشير التوقعات والتكهنات إلى ازدياد حدة رفع أسعار الفائدة من قبل الفدرال الأمريكي، وهذا الأمر سبب نوع من البانيك أو الخوف في الأسواق بشكل كبير جدا، ورأينا نزيف وتخارج من أسواق الأسهم بشكل واضح. شهدنا يعني يكمل 22% هبوط مؤشر S&P 500، ويعني هذا إشارة واضحة لأنه يكون عندي الفدرال الأمريكي سوف لن يكتفي ب 75 نقطة أساس ممكن خلال هذا الاجتماع، إنما الحديث على مزيد من الرفعات، لأنه كمان بهذا الاجتماع نحن عم نستنى projections أو التوقعات الفدرال الأمريكي لمسار رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، فهذا أمر مهم جدا. أيضا الاحتمالية ارتفعت حسب الفيد ووتش إلى 94% بالمقارنة مع مستويات أقل بكثير من ذلك كانت في الأسبوع الماضي قبل أرقام التضخم على وجه التحديد، بالتالي هذا يعطينا تأكيد على أن الفدرال الأمريكي مضطر لتشديد السياسة النقدية بشكل سريع وحاد، وكما ذكرتي في التقرير أنه السبب الرئيسي هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل واضح، وهو اللي بيشكل عندي الفرصة الأقل مخاطرة بالنسبة للمستثمرين القلقين إجمالا من التراجعات الحادة في أسواق الأسهم وعدم وجود أسعار فائدة توفر لهم ملاذا آمنا، فهذا عم يكون عندي ضغط على أداء الدولار الأمريكي بالارتفاع، طلب كبير عليه بسبب الطلب على السندات، ويزيد الخناق على الفدرال الأمريكي. طيب سيد رائد، يعني أسبوع واضح لدينا لاجتماع البنوك المركزية، سواء كان الفدرالي، بنك أنجلترا، بنك اليابان، السويسري جميعها، وكل هذه القرارات تؤكد لنا بأنه سعر صرف عملات هذه الدول سيكون تحت الضغط. يعني الين نجده عند أدنى مستوياته مقابل الدولار في 24 عام، الفرنك السويسري تقريبا عند الباريتي مع الدولار قبل حدود الشهر، هيك عن اليورو. إلى أي حد تعتقد أنه التسارع الذي نلحظه اليوم وشهية رفع أسعار الفائدة ستضغط كثيرا على أسعار صرف هذه العملات؟ أعتقد أنه نحن كان في عندي ضغط واضح على كل من الين الياباني وعلى الفرنك السويسري كما ذكرتي وفضلتي. اليورو أعتقد أنه لم يمارس عليه الضغط حتى الذي يستحقه في الفترة الحالية، لأنه نحن عندنا أسعار فائدة متدنية، حتى وإن اتجه إلى رفعة واحدة في أسعار الفائدة في الشهر القادم فهو متأخر مضطرا لذلك، ولكن هو متأخر نحن نتحدث عمليا أنه أنا في عندي أسعار فائدة مرتفعة وترتفع بشكل أكثر حدة من قبل الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تحتاج باقي الاقتصادات إلى السياسات التحفيزية لفترة أطول على الرغم من التضخم المرتفع، بالتالي هناك عملية تأخر في استيعاب أن التضخم المرتفع هو الضرر كبير ويجب أن يتم اتخاذ الإجراءات ومبالغة في دعم القطاع التجاري والأعمال بالسيولة الرخيصة، بالتالي هذا سوف يفجر أزمة أكثر امتدادا. التحرك ليس فقط من بنك مركزي وهو الفدرال الأمريكي، يجب أن يكون أكثر شمولية، يجب أن نرى على الأقل أنه كان قد تم رفع أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي برفعة، ونتحدث عن رفعة أخرى هذا العام حتى لا يكون هناك التضخم أكثر حدة إن صح التعبير. يعني بإشارة سريعة، المستثمرين يعني حساسون جدا في الفترة الحالية وينتقون بعناية فائقة استثماراتهم، وهذا هو السبب الانهيارات الواضح في أسواق الأسهم وأسهم الأوروبية، ارتفاعاتها مؤقتة ومحدودة جدا، وإنما هي ميالة لمزيد من التراجع. طيب أذهب معك رائد اليوم في متابعة لنا لأسواق السلع، أجد أنه النفط يتجاهل كل المخاوف تجاه الطلب
القادم من الصين. الصين تحذر بأنه موضوع كورونا والكوفيد لسه بالهين، مش موضوع عودتنا للفتح التدريجي هذا يعني أنه سنفتح تمام، بالعكس احنا ممكن ناخذ خط عكسي أو يوتيرن. شفت عندك في دولة الإمارات أيضا الإحاطة بالأمس، وهذا يعني أنه هناك قلق من تفاقم الإصابات. إلى أي حد تعتقد أنه كل هذه الأخبار كان يجب أن تؤدي إلى تراجع النفط، لكن اليوم شفناه على ارتفاع، فما هي أسباب ارتفاع أسعار النفط اليوم؟ بدأت الإهمال الفعلي لأخبار كورونا، بدأ الإهمال الفعلي للآثار السلبية. نحن كان عندنا 52 مدينة مغلقة في الصين، والنفط لم يتوانى عن مزيد من الارتفاعات وتجاوز اختراق حد مستويات ال $100 للبرميل. الآن هو يتربع عند قريب مستويات ال $120 برميل بالنسبة لل WTI. أعتقد الرسالة واضحة جدا، الطلب وإن كان يعني يرتفع لا يزال دون المعروض. القلق الأكثر هو من تأثر الإمدادات النفطية بشكل أكبر في الفترة القادمة، والتأثير السلبي اللي احنا عم نشوفه على الالترناتيف ثينكينج بالنسبة للدول التي فرضت عقوبات على النفط الروسي أو على الغاز الروسي أو مع ذلك. أعتقد الخيارات أصبحت أقل، وذلك يزيد من الضغط على الأسعار بالاتجاه الصاعد. العملية من طرفين، لأن احنا عم نشوف عندي الطلب يعود، في عندي تحسن ملحوظ. عندنا إذا بدنا ناخذ مثال بسيط، ارتفاع الطلب على الوقود السيارات إجمالا على الرغم من المستويات المرتفعة، بالتالي نحن عم نشوف اضطرار لارتفاع أسعار النفط من جهة الطلب، والمعروض متواضع بشكل كبير جدا تحقيق الوفرة المطلوبة، وإنما هي عملية توازن تتحقق في هذه اللحظة. أعتقد الحل الوحيد اللي ممكن أن يضغط على أسعار النفط والاتجاه الهابط هو ارتفاع بالتكاليف إجمالا، تكاليف الإقراض، أي دولار أمريكي أعلى وأسعار فائدة أعلى، وأن حذو الفدرال الأمريكي باقي البنوك المركزية. هذا هو الحل الوحيد لكبح جماح ارتفاعات أسعار النفط إجمالا. وأعتقد المستويات الحالية 120 تعكس مستويات قمة مهمة جدا، صعب جدا أنه يتجاوزها، إنما الطريق مفتوح لمزيد من التراجعات وعودة مرة أخرى إلى مستويات 108 إلى 109. أعتقد حتى الربع الرابع من هذا العام تكون هي المنطقة المحورية أو البيفوت التي يتحرك عندها أسعار النفط. نحن في انتظار ماذا سيحدث في الأسواق سيد رائد، وأنت تعلم جيدا بأنه فعلا كل التحذيرات من دخولنا في ركود تضخمي تؤخذ حاليا بشكل جدي، يعني ردة فعل الأسواق أكبر دليل على حساسية هذا المشهد. أشكرك ضيفي السيد رائد الخضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق.